وأما الاستنجاء أو الاستجمار فهو إزالة نجاسة لا علاقة له بالوضوء. فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجى ثم ذهب لشغله ثم دخل الوقت فإنه يتوضأ يعني يغسل الأعضاء الأربعة يطهر الأعضاء الأربعة ولا حاجة إلى أن يستنجي، لأن الاستنجاء كما قلت لكم إزالة نجاسة، متى أزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية. والصحيح أنه لو نسي أن يستجمر استجمارا شرعيا ثم توضأ فإن وضوءه صحيح، لأنه كما قلت ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء.